وللحديث عن التهديد بحرب أهلية بعد الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار. دكتور مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لرئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران، حذر من وقوع حرب أهلية في حال حدوث ما وصفه بالانقلاب على نتائج الانتخابات. دكتور، التهديد بالحرب الأهلية هو ليس الأول من نوعه، ولكن في أي سياق يمكن أن نضعه؟ أهلا بك وبمشاهديكم ومتابعيك الكرام. أهلا بك سيدي. في الحقيقة هذا التهديد أو الخطاب هذا الإرهابي العنفوي الذي يأتي عشية الانتخابات التي رضي بها من رضي وانتظرها من انتظرها، ما هي إلا سلسلة من مشاكل العراق المتفاقمة. يعني ليس الحل في الانتخابات، هذا ما قلناه ونقوله ويقوله الوطنيون والمطلعون على هذا الوضع. فبالتالي هذه الوجوه التي جاءت والوجوه التي خرجت وتهدد والوجوه التي في الداخل ولا ترضى إلا بمقاعد معينة، هذا مزيد من المشاكل والاختلاف بين العراقيين أو الساسة العراقيين على هذه المقاعد أو على هذه الحصص أو على هذه الكعكة أو على هذا النهب من الثروات المتوقعة من خلال دخولهم إلى البرلمان وإلى الوزارات. فبالتالي هذه التحديد بالحرب الأهلية، هل العراق ناقص دم ومشاكل واختلاف وحرب أهلية يعني منذ 2006، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، وهم يريدون أن يعني يجدوا يعني كلما خبت يريدون أن يعيدون هذه الكرة مرة أخرى لكي يشعلوا الفتنة بين هذا الشعب. طيب دكتور، التهديد بالحرب الأهلية هل يعني نأخذه على محمل الجد تهديد حقيقي فعلا ستكون هناك حرب أهلية؟ على مستوى الجد والهزل، نحن رأينا مرشحو الانتخابات قتلوا وشخصيات يعني تمت تصفيتهم وأصوات هددت بأشياء معينة، ولذلك هذه التهديدات نعم تحمل على محمل الجد. يجب على العراقيين أن لا يرضوا بهذه النخبة التي بدأت البرلمان أو بدأت الانتخابات بهذه المراشقات السياسية التي لن يجنوا من ورائها إلا مزيدا من الدماء كما يتوقعون. يعني نور المالكي قبل الانتخابات وعد بحرب أهلية وقال بعد إجراء تعداد سكاني أو حتى بعد الانتخابات تكون هناك حرب أهلية، وأعطى مثالا على ذلك. ولكن الآن رئيس الدائرة الانتخابية رياض بدران أيضا يحذر من وقوع حرب أهلية، تعتقد أن هناك دول معينة تدفعهم إلى ذلك دكتور أحمد؟ بالضبط، ليست فقط الدول والشخصيات والتجار والعراب الذين يعني خصصوا هذه المقاعد ولم يفوزوا بها أو أرادوا أن يحصل هذا الحزب أو هذه الكتلة على مقاعد معينة وعلى وزارة وحقائب وزارية، بالتالي هؤلاء سيدافعون عن أموالهم التي صرفت في الانتخابات، وهذه الدول تدافع عن أجدتها السياسية في هذه الانتخابات. فما وراء الانتخابات دول نعم وشخصيات وجهات تريد أن تفتك بهذا البلد ومزيد من نهب ثرواته من خلال هذه العملية السياسية البائسة. دكتور أخيرا، هل من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك حرب أهلية في العراق؟ انشغال البلد بما فيه بمشاكل نعم، من هكذا تركت الولايات المتحدة العراقية العراق بعد احتلاله والخروج الصوري منه، تركته بيد هؤلاء الساسة وهي تتفرج وتضحك على تصرفاتهم وعلى أعمالهم. فبالتالي هذا جزء أظن من الخطة المعدة للعراق بأن يترك بمشاكله العالقة، لأنه هو الحل للتفرغ لمشاكل أخرى في المنطقة والإقليم. من الدوحة الأكاديمية العراقية الدكتور أحمد كسار، شكرا جزيلا لكم.